السلام عليكم، هنشرح مع بعض برنامج ديفيسياس. ودلوقتي هنبدأ مع بعض ان احنا نرسم الحوائط. هو برنامج او مجموعة من البرامج الخاصة بشغل المعماري والانشائي والكهروميكانيكال. فاحنا هنبدأ بالجزء المعماري. هقول له انا عايز ارسم دلوقتي فيرتيكال. طيب اول حاجة اعملها ان انا ادوس على السهم دوت، هلاقي ان هو بيديني انواع كتيرة من الحوائط ممكن تبدأ تشتغل عليها، والروف والفلور والسلالم والرمبات وكل الحاجات ديت. طيب انا هبدأ دلوقتي اقول له فيرتيكال، وابدأ اختار ارسم على اني ليفل. عندي ليفلات اهيت، فببدأ ارسم مثلا على ليفل الجراوند، وابدأ اختار السكنس من هنا، ابدأ اختار ممكن السكنس اخليه مختلف شوية وهكذا. تبدأ تختار المعلومات اللي انت عايزها، مثلا ارسم الحائط بالشكل دوت. ممكن تخلي فيه سناب على الحاجة اللي انت عايزها، ممكن تشغل البروبرتس، ممكن تتحكم في الفيزابيليتي زي ما انت عايز. اهو تمام. واقول له مثلا عايز ارسم حائط بالشكل دوت من هنا لهنا ومن هنا لهنا ومن هنا لهنا. طيب عندي برضو خاصية، لو انا عندي اي حاجة اوتوكاد او دي اكس اف او دي دبليو جي، مجرد ان انا ابدأ اختار الاداة ديت واعلم على الحاجة هو يروح محولها لحائط على طول. طيب ممكن اقول له انا عايز اشوف الحاجة اللي انا رسمتها دي في 3D، فيبدأ يفتحها لي بالشكل دوت. وتقدر تلف حوالين النقطة زي ما انت عايز، المكان اللي انت عايزه، تقدر تظهر وتخفي الحاجات اللي انت عايزها. ممكن برضو تيجي هنا من تولز وتقول له ليفل مانجر، فيبدأ يفتح لك الليفلات، فتقدر تشوف الليفلات الموجودة، فتقدر تعمل انسيرت سب ليفل، تقدر تضيف ليفل معين زي ما انت عايز، تقدر تتحكم في الليفلات. ده يعتبر التحكم في الليفلات، وده الدياجرام، تقدر تعمل الدياجرام او تقدر تشوف البريفيو وتقدر تضيف اي ليفل انت عايزه. مثلا هنا تضيف الليفل واحد وتحدد الليفيشن بتاعك والهاي بتاعك في الليفل ده قد ايه. ممكن برضو تيجي هنا وتقول له مثلا عايز ارسم ارك، وتبدا ترسم اي حيطه مثلا على هيئه كيرف مثلا. تمام اهو، وتقول له بالشكل ده. تلاحظ ان اي حاجه بترسمها هي برضو بتظهر معاك في 3D، وفي اي لحظه تقدر تعمل سيلكت على الحاجه اللي انت عايزها وتعدل فيها زي ما انت عايز. طيب ممكن تيجي هنا تقول له مثلا عايز ارسم ويندو مثلا، وتبدا تشوف تختار الويندو مثلا عايز تحطها فين، فيبدا يحطها بالشكل دوت. تمام وتظهر معاك برضو هنا. ومن الخصائص تقدر تعلي الارتفاع بتاعها، الست بتاعتها وهكذا. تقدر تقول له هتلاقي عندك مثلا حاجات خاصة بالستراكشر بالشكل دوت، تقدر تاخدها وتبدا تحط الستراكشر مثلا ما انت عايز اهوت بالشكل دوت. هتلاقي حاجات خاصة بالفتر عناصر اللايت وول مثلا. هتلاقي حاجات كتيرة جدا تقدر تستخدمها وتقدر ترسم بيها المبنى بتاعك. هو من ضمن برامج البيم القوية جدا يعني.